سلام الله عليكم، تحية طيبة مشاهدينا. أبرز ما في الحدث الأسبوعي، أهم قضايا الأسبوع كما عودناكم، حديث مكرر عن وضع الجامعات الجزائرية التي صنفتها تقارير دولية تعنى بالشأن الأكاديمي في مراتب دنيا متأخرة جدا. وزير التعليم العالي عندنا حجار يقول إنها تقارير مجحفة وظالمة. ماذا يجري لدى أقطاب الموالاة للرئيس بوتفليقة، إذ بدا كأنه تنافس كبير يرقى إلى الصراع على المصالح والنفوذ والمكاسب عبر تعبيد الطريق نحو عهدة خامسة؟ الخلاف مشاهدينا كما لا يخفى عليكم حول الكيفية لا غير، فما جرى من تصريحات وتصريحات مضادة بين زعماء هذه الأحزاب وصف بالنيران الصديقة. الثامن ماي جرحه ماله آسن، كما قال الشاعر الراحل محمد العيد الخليفة رحمه الله. إذ عادت هذه الذكرى وعادت معها تساؤلات عن رسالة الشهداء، عن تضحياتهم الجسام، عن الجزائر المنشودة التي أرادوها. محور التضييق على الحريات والناشطين الحقوقيين مهم أيضا. المناسبة ما وصف بالنيل من الناشط والمحامي علي يحيى عبد النور، إضافة لرشيد نكاز وعلي بليب الحاج وعبد الله بن نعوم، والقائمة مفتوحة، متسائلين ما إذا فعلا الدستور المعدل نص على الحريات الأساسية ومنها التنقل الحر والتعبير الحر، أم أن ذلك على الورق فقط؟ نختم مشاهدينا بالتحضيرات الجارية لاستقبال الشهر الفضيل، مع تداول أنباء عن احتجاجات متقطعة في الجزائر العميقة حول قفة رمضان. هل هي للإهانة أم للإعانة، تساءل كثيرون. وعن الفساد الذي طال حقوق السائل والبائس والمحروم وذوي الدخل الضعيف، خاصة في هذا الشهر المبارك. هؤلاء هم طلبة الهندسة المعمارية يخشون التخرج من الجامعات بشهادات لا وزن لها في سوق العلم والعمل، وهم يخوضون معركتهم الجامعية بمطالب مشروعة منذ عام، ويواجهون سياسيين ومسيرين جاءوا من خارج أسوار الجامعة ولا يعنيهم مستقبل الجامعة ولا مستقبل العلم في بلاد يتذيل ترتيب جامعاتها قوائم التصنيفات الدولية. في بلد الشهداء التي ينعم مسؤولوها بحرية ليس في مقدورهم تثمين التضحيات التي عبدت طريقها، تمر ذكرى الثامن من ماي في صمت، ويعاد اغتيال قوافل شهداء الجزائر الذين أضاءوا الدرب لانطلاق الثورة التي حررت الأرض وتنتظر ثورة لتحرير العقل والروح. في جزائر ما تزال تبحث عن نفسها وتاريخها بعد أزيد من نصف قرن من الاستقلال، ورئيسها الغائب يصبح عامل فرقة ومحطة اختلاف بين مؤيديه ومريديه من أحزاب تتبنى تطبيق برنامج الرئيس، وأصبح فجأة سببا للتخبط الحاصل بين أحزاب الموالاة التي دخلت في صراع وتراشق بالأوصاف النابية تعبر عن تشتت واضح في ظل غموض تام من جانب الرئاسة، التي يبدو أن هذا التصادم يخدمها من جانب الإلهاء لتجاوز المصاعب السياسية والاقتصادية الحقيقية. ناس هادو يومين تلتيام يقول لك هاد الأفلان وكان الرئيس ما قال لهم وشو ما زمن تكلم عن الرئاسيات وما نجاوش في الأسامي. الجهل واعر، هل يستوي الذين يعلمون؟ احنا نعرفوا نعلمون والذين لا يعلمون. والظاهر أن غياب الشرعية والشغور الحاصلة في منصب الرئاسة مثل ما يقول المتتبعون قد أطلق العنان للعدوانية والمقاربة الأمنية تجاه كل من يحاول أن يرى خلاف ما ترى السلطة، وامتدت العقوبات تجاه الناشطين والحقوقيين حتى بأثر رجعي، وليس أدل على ذلك من وضع الحقوقي والمحامي ورمز الدفاع عن ذوي الحقوق علي يحيى عبد النور، الذي وجد نفسه مطرودا محروما من بيته الذي سكنه منذ الاستقلال الذي كان أحد أعمدته. ويتناسى المتحدثون عن العهدة الرئاسية الخامسة وبرنامج الرئيس الذي أخرج البلاد من الأزمة، قضية هذا المناضل مثل ما يتناسون الفقر والعوز الذي شمل أكثر من 13 مليون جزائري، وهم يتحدثون عن قفة رمضان وإذلال الجزائريين وإهانتهم. إذن هذه مشاهدينا الكرام أبرز المحاور لخصها لنا الزميل عبد الحي عبد السميع في تقريره. نشكر مشاهدينا الكرام، أو أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في موضوع الحدث الأسبوعي. معي في الأستوديو الأستاذ محمد العربي زيطوط، المحلل السياسي وعضو أمانة حركة رشاد، وعندنا أيضا ضيفنا على خدمة سكايب
الدكتور اسماعيل خلف الله الباحث والمحامي والخبير في القانون الدولي معنا من باريس عبر خدمة سكايب، دون ما ننسى الأستاذ الجامعي الأستاذ محرز بويش سيصطحبنا أيضا في النقاش خاصة في محور الجامعات. نبدأ مشاهدينا الكرام بمحور الجامعات. أستاذ محمد العربي، الوزير التعليم العالي في الجزائر يقول هذه التقارير التي تتحدث عن تصنيفنا في مراتب دنيا متأخرة يقول بأنها بالغت شيئا ما، وهذه الذي المكان لا تستحقها الجامعات الجزائرية بل تستحق أكثر من هذا، فهي اعتمدت على معلومات خاطئة أصلا. ماذا يمكن أن نعلق على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك أخ عثمان وللمشاهدين الكرام. كون هذه أن الجامعات الجزائرية والمعاهد الجزائرية في هذا المستوى المتدني جدا، هذا معلوم للجميع، يعني إلا من ينكر الشمس في ظهيرة صيف صائف. ما يسمى بوزير التعليم العالي والمسؤولين الجزائريين اليوم في الحقيقة لديهم حالة إنكار للحقائق وإنكار للواقع، لأنهم منفصلين ومنفصمين عن هذا الواقع في الغالب، وإذ يلتقون به أو يتصادمون به من حين لآخر عندما تخرج خاصة الجهات الدولية التي تظهر بكل أسف وبكل ألم أن الجزائر في كل شيء تقريبا في كل ما هو جيد هي في آخر الرتب، يعني تأخذها من الجامعات، من التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، في المستشفيات، في الاقتصاد، في التربية، في أي مجال، في التكنولوجيا، في الانترنت، الجزائر تقريبا دائما في ذيل الترتيب، وإنما نجدها في أعلى الترتيب في الاستيراد، استيراد الحليب مثلا من بين أكثر دول التي تستورد الحليب في العالم، والقمح مثلا، في حوادث المرور أنها من بين الأعلى في حوادث المرور مقارنة لعدد السكان وعدد السيارات بكل أسف. لكنهم لا يعترفون ولا يريدون أن يعترفوا أصلا، أحيانا لا يفهمون. أكثر من مرة كنت سمعت مع بعض ما يسمى بهؤلاء المسؤولين يقول لك هذه مش هي، وهذا ما هوش هو الواقع، وهذا بينما الناس راهي تشاهد، يعني أي واحد يدخل الجامعة الجزائرية اليوم، طلبة الأساتذة، تجد أن المستوى ضعيف ومتدني جدا. يعني اليوم اللي يحمل ليسانس لا يساوي في الحقيقة الترمينال نتاع 20 سنة أو 25 سنة مضت، ولا يساوي التروازيام ولا التاسع أساسي قبل 40 سنة. هذا اللي يساوي اللي حمل ليسانس وماجستير ومهندس، والمستوى اللغوي بأي لغة يتحدثون تجدهم، وهؤلاء طبعا اللوم ليس على الطلبة وإنما على منظومة التكوين وطريقة التكوين والانتقال من لغة إلى لغة وطريقة المكونين وهروب أو خروج عدد هائل من الطاقات الجزائرية، من الأساتذة الجزائريين، من صراحة في الستينات في السبعينات كان جامعة الجزائر مثلا تعتبر واحدة من أكبر ومن أهم الجامعات في المنطقة، وربما تقارن أيضا في بجامعات عالمية، بينما كما ترى اليوم أول جامعة جزائرية أو معهد جزائري بعد مرتبة 2500-2400 أحيانا 3000-5000، تجد دول مثل أثيوبيا بالضبط، دول مثل أثيوبيا مثلا أو رواندا أو أحيانا حتى الصومال تجد فيها معاهد وجامعات أفضل بكثير من الجزائر. ما الذي ينقص الجزائر؟ هذا البلد، هذه القارة، هذه الذي لديها إمكانيات، هذا الموقع الجغرافي، هذا التاريخ المجيد، هذا كل شيء. ما الذي يوقع ينقص لكي تكون في هذا الوضع المتردي؟ إنها طريقة الرداءة في إدارة البلاد وطريقة الحكم البائس التي يتبعونها بكل أسف. طيب دكتور إسماعيل، ما رأيك دكتور إسماعيل خلف الله فيما ينسب لهذه التقارير تصدر تباعا؟ هذه التقارير مثل ما قال ضيفي الكريم هنا لا تتحدث فقط عن الجامعات، عن أمور عديدة، ولكن السلطة دوما على لسان كثير من وزرائها تتحدث أن هذه التقارير خاطئة، مبنية معلوماتها مبنية على إحصاءات ليست دقيقة، والوزير يتكلم عن البنيان. أنت تعرف أنه لغة السلطة اليوم هو البنيان والعمران، يكفي الجزائر فخر أنه عندها 48 جامعة، يكفيها فخر أنه عندها أحياء جامعية، حافلات لنقل الطلبة الجامعيين، والأمور اللي هي عندها علاقة بالبنيان فقط، لكن أن يجيبوا عن السؤال فهذا الذي ينقص، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ عثمان ولضيفكم الكريم الأستاذ زيطوط ولباقي الضيوف وللمشاهدين الكرام. شكرا لك.
والله هو ما قدمه الأستاذ زيطوط لا أريد أن أزيد عنه، فأقول أن للأسف الشديد أن المستوى الجزائر اليوم أصبح يتدحرج من الأسفل فالأسفل، يعني على المستوى سواء في المستوى الرياضي سواء في المستوى الصحي سواء في المستوى السياسي سواء في المستوى الثقافي المستوى الأخلاقي، كل المستويات أصبحنا نتذيل القوائم نتذيل الرتب. لم يعد للجزائر ولا لا في الجانب الدبلوماسي ولا في الجانب السياسي ولا في الجانب الرياضي، على الأقل كنا في بعض الجوانب نفتخر على الأقل، والآن يعني للأسف أن كل هذه القطاعات وكل ما تحمله يعني ما تحمله الدولة من مواصفات للدولة أصبحنا في الحضيض، يعني وأضيف أن أصبحنا نتذيل حتى الدول التي اليوم تعيش جيراننا، الدول التي تعيش الحروب، الدول العربية التي تعيش الحروب، نتذيل مرتبة تحت سوريا، نتذيل المرتبة تحت ليبيا، تحت اليمن. في التقرير الأخير الذي قام به المركز يعني التابع لليونيسيف اليونسكو معذرة، ذلك يعني على الترتيب في جودة التعليم الابتدائي كنا نحن المرتبة الأخيرة عالميا، المرتبة الأخيرة عربيا، ماذا بقي لنا؟ هذا ماذا يفسر هذا؟ يفسر على أن الدولة لم يبقى للدولة كيان، لم نعم. يبقى للدولة وصف حقيقي أن توصف به الجزائر، لا من الجانب التربوي، لا من الجانب السياسي، لا من الجانب الصحي، لا من الجانب الثقافي، لا من الجانب الأخلاقي. كل هذه يعني وما هو سبب هذا؟ سبب هذا واضح، هو السياسة الخاطئة التي يدار بها البلد اليوم، وللأسف الشديد السياسيون هؤلاء يخرجون علينا في كل مرة ويقولون أن الجزائر بخير وأنها بحنكة التسيير وبرنامج الرئيس وكذا، هي في مرتبة كذا وهي أحسن في كذا وتملك أكبر مصنع في كذا وأكبر كذا في كذا، كلها الحقيقة واضحة أمام هذه التقارير الدولية، أمام هذه التصنيفات العالمية في الجامعات، في كل هذه التصنيفات، هذه هي الحقيقة المرة على أن الجزائر أصبحت تتذيل المراتب. طيب الآن ننقل تقريبا السؤال ونضيف عليه للأستاذ محرز زبويش، نرحب بها أولا. أستاذ محرز زبويش أستاذ جامعي في جامعة بجاية وناشط حقوقي معروف في الجزائر. أستاذ محرز، بالضبط أين الخلل؟ هل ناحية البحث العلمي، ناحية الإمكانات، البيداغوجيا، ناحية المنظومة التربوية، أم ماذا؟ لماذا بالضبط ترتب الجامعات الجزائرية في أدنى المراتب العالمية، واضعين في الاعتبار الآلاف من أبناء الجزائر اللي هم مش فقط بطالين، الذين تخرجوا من الجامعات ولم يجدوا مناصب عمل رغم أنهم يحملون شهادات عليا، ولذلك فإنهم يركبون حتى قوارب الموت. تحياتي الأخ عثمان أولا، وتحياتي لضيوفك الكرام، وتحياتي الخالصة لكل متتبعي حصتك الرائعة. والله الأخ عثمان، لا تختلف صورة الجامعة الجزائرية بالصورة العامة والشاملة التي يتسم بها البلد، هذا أمر بسيط وبديهي جدا يجب الأخذ بعين الاعتبار، لأننا لا يمكن لسوء الحظ أن نتصور وجود جامعة أوكسفورد أو نيوجيرسي أو كامبريدج أو لاسوربون أو شيربول في الجزائر، لسوء الحظ، لأن صورة الجامعة الجزائرية هي تقريبا أو بشكل كبير نفس الصورة التي يتسم بها البلد. أما بما يخص لماذا تدحرجت الجامعة إلى أسفل المراتب، وهذه حقيقة لا يمكن لأي جاحد أن ينكرها لعديد من الأسباب الموضوعية في الحقيقة. أنا اختزلتها في العديد من المقالات التي سبق وإن نشرتها فيما يخص الحالة المزرية التي تعيشها الجامعة الجزائرية. قبل أن نتحدث عن هذه الأسباب، هناك بعض الأسئلة البسيطة جدا التي يجب علينا أن نطرحها من أجل
أن نتحدث عن وضعية الجامعة وما الذي جعل الجامعة الجزائرية تتخبط بشكل رهيب في العديد من المشاكل. هل تقوم الجامعة الجزائرية الآن بدورها المنوط فيما يخص التكوين أو التكوين العالي والبحث العلمي أو التوجيه الهيكلي أو المشاركة في حل حالة مشاكل المجتمع؟ وهل الآن الجامعة الجزائرية هي التي تؤثر في المجتمع أو المجتمع هو الذي يؤثر فيها؟ هم أيضا تكلموا أستاذ محرز، تكلموا حتى عن مستوى الأساتذة أستاذ محرز، تكلموا أيضا حتى عن تدحرج مستوى الأساتذة الذين يدرسون هنالك، قالوا أن هنالك تدني فظيع حتى في مستوى الأساتذة الذين يدرسون في هذه الجامعات. نعم نعم، هذه حقيقة لا يمكن لأي إنسان أن ينكرها. المشكلة في الجامعة الجزائرية الآن هي مشكلة عميقة ومركبة. العناصر التي ربما يجب الأخذ بعين الاعتبار من أجل تحليل الحالة التي تتخبط بها الجامعة الجزائرية، أنا أعتقد أن العنصر الأول هو أن الجامعة الآن الجامعة الجزائرية أصبحت مؤسسة إيديولوجية، بمعنى تسير من طرف الوصاية أو من السلطة في حد ذاتها، والتسيير السياسي للسلطة للجامعة له العديد من الأهداف. أولا السلطة تسعى من خلال بسط سيطرتها وهيمنتها عن الجامعة في إنتاج خطاب يتماشى أو يعادل خطاب السلطة خطابها. الهدف الثاني التي تسعى من السلطة من خلال تسييس وأبلجة الجامعة هو منع تجلي نخبة جامعية معارضة ومستقلة. نعم. العنصر الثاني الأخ عثمان يجب الأخذ بعين الاعتبار به هو أن الآن عدد الطلبة يفوق أكثر من 1,700,000 طالب، بمعنى هذا العدد يفوق عدد سكان عديد من الدول بما فيها دولة البحرين. عدد الطلبة الآن يفوق تقريبا 4 أضعاف سكان لوكسمبورغ وثلاثة أضعاف سكان إسلندا، بمعنى الآن هذا العدد الهائل جدا يدفعنا بطرح العديد من المسائل فيما يخص ما الذي أدى الآن إلى هذا العدد الكبير جدا الذي لا يمكن تنظيمه أو إعطاء تحضيره بشكل جيد، وهو الذي ربما أتمنى أيضا يدفعنا إلى مسألة التوجيه ومسألة النسب. نعم. المئوية لنجاح البكالوريا. نعم. في 2001 أتمنى نسبة المئوية لنجاح البكالوريا 17%، و2008 أصبح أكثر من 67%، وعديد من الوزراء السابقين قروها صراحة هو أن نسبة البكالوريا كانت مسيسة أيضا. أما إذا سمحت الأخ عثمان فيما يخص الأسباب، ربما هناك العديد من الأسباب. الأسباب ربما الخارجية باختصار سيد محرز، باختصار الجامعة من طرف السلطة أدلجت الجامعة والبحوث الجامعية، هذا الشيء حتى البحوث الجامعية الآن أصبحت مؤدلجة. الأسباب الداخلية هو تقريبا نفس الأسباب، على الرغم من أن التاريخ لريفورم الإصلاحات منذ 1971 كلنا نعرف أن في تقريبا هذا التدحرج بدأ منذ إصلاحات عبد الحق، بمعنى هذه الإصلاحات كلها فشلت يا أستاذ محرز، تريد أن تقول أن هذه الإصلاحات التي صرفت عليها أموال وطاقات وإمكانات كبيرة طيلة هذه السنوات العجاف كلها لم تأتي بثمارها، وها هو الفشل يحصده الجزائريون داخليا وخارجيا. إلى محور الموالاة، تبقى معنا أستاذ محرز إلى محور الموالاة الآن مشاهدينا. أستاذ محمد العربي، ماذا يمكن أن نقول عن أحزاب الموالاة التي تدور في فلك الرئاسة، رئاسة الجمهورية، وتزكي الرئيس عبد الجليل بوتفليقة على أنه لديه برنامج ثري ويجب أن تتضافر الجهود من أجل إنجاح هذا البرنامج؟ هذا أولا. ثانيا، ماذا يمكن أن نعلق عن هذه التصريحات المضادة بين أقطاب الموالاة، حتى وصل الأمر بالأمين العام للحزب العتيد أن يصف شخصا آخر بالحمار والآخر يرد عليه لا أنت معقد وما إلى ذلك من هذا المستوى. وصراحة هؤلاء لا يستحون يعني عن أي رئيس يتحدثون، سلمية يعني محنط تماما، يعني تماما في حالة مؤلمة، يعني لما تنظر له كإنسان تتألم للوضع اللي وصلوا وحطونا فيه. انت عبد الفليقة، هل تعلم أننا اليوم كم 13 ماي ولا 12 ماي اليوم؟ 12. اليوم أكثر من 6 سنوات على آخر خطاب، انت خطاب طاب جنانو في الصيف، في 8 ماي 2012. 6 سنوات
يعني هذه راهي ما في فيلم الهند ما لعبتش، راهم ياخذوا في البلاد بشكل فظيع، خلونا مهزلة أمام العالم، مضحكة كونية حقيقة، وتخليك تغضب بشدة وانت تشوف في هؤلاء يزيدوا يعني يتنابزون بالألقاب ويتنابزون بكلمات بائسة بينهم على أنه شكون العهدة الخامسة وشكون اللي بدأها الأول. وش من عهدة خامسة؟ وهذا راهو يحتاج راهو لو كان يعني لو كان يخلوه وحده 24 ساعة يموت، لأنه ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يمد المال لنفسه، ما يقدرش يلبس حذائه، ما يقدرش يروح للحمام، ما يقدرش. هذا راه منتهي وراء البرنامج، يقول لك البرنامج الرئيس، ما كاش حاجة اسمها برنامج الرئيس. إذا يقصدوا بناء سكنات هنا أو سكنات أهلهيه، وفي الغالب تتمد بطرق نتاع محابات ونتاع كذا، جزء فقط اللي يروح إلا مستحقيها، أو إذا يقصدوا بناء طريق هنا وطريق الهيه، ومن بعد هذه الطرق تطيح شوية أمطار تتفضح البلاد وتتفضح وتغرق المدن، واسألوا هل باتنا قبل شهر، واسألوا هل تيارت قبل أسبوعين أو كذا. إذا كان يقصدوا هذا فهذا راهو كلام فارغ، هذه ماهيش برامج. طيب ماذا عن تصريحات أقطاب المؤلف؟ هذه ماهيش، ولذلك أنت تجد هؤلاء يتنافسون فيما بيناتهم على من يتودد ويتقزم وأمام سعيد بوتفليقة، لأن ما عارفين أن عبد العزيز منتهي، وإنما الحاكم بأمره الآن هو السعيد، ومن ورائه كمشة من الجنرالات اللي أغلبيتهم تجاوزوا 75 سنة وبعضهم تجاوز 80 سنة، اللي راهم ماسكين الأمور بهذه الطريقة. ثم هم وكأنهم يقدموا شيء للبلاد، وكأن هناك رئيس وهناك برنامج. الناس راهي تغرق في كل شيء، البلاد بدينا الحديث بالجامعات، على سبيل الجامعات شفنا ولد عباس قبل أسبوع أو 10 أيام يروح عند المنظمات الطلابية، هذه المنظمات اللي الآن ظهرت أنهم واضعين فيها لصوص صغار باش يبقاوا يأكلوا معهم الريع، ويقولوا هذه منظمات ومثل الطلبة طلابية، نعم. طلبة خارج أي تغطية، طلبة خارج التغطية العلمية، خارج التغطية النقابية، وخارج التغطية الفكرية. الجامعات الجزائرية موات، المعاهد الجزائرية موات، سماهم جيل بوتفليقة. جيل بوتفليقة، جيل بوتفليقة هو هذا، جيل خداع، جيل كذب، جيل إغراق البلاد في الرداء التي لم يسبق لها مثيل. يعني الناس لم تكن تتصور أن يصل حوال الجزائر إلى ما وصلت إليه، بحيث أنها لم تعد تؤثر لا في الأوضاع الداخلية ولا في الأوضاع الخارجية ولا في الأوضاع الإقليمية، وتجد دول صغيرة تتلاعب في ليبيا وتتلاعب في مالي وتتلاعب في النيجر، بينما الجزائر ليس لها أي دور خارج أي قدرة على التأثير في الأحداث. بكل أسف رانا أمام جماعة من اللصوص، بعضهم أيضا كانوا قتلة في التسعينات، ويديرون البلاد بهذه الطريقة. لا يديرون، رغم يعبثون بالبلاد، وهذا العبث سندفع ثمنه غالي وغالي غالي جدا، لأننا كلما استمروا في هذا العبث كلما نتجه لا قدر الله إلى كوارث محققة. طيب دكتور إسماعيل، هل لديك فكرة دكتور إسماعيل عن برنامج الرئيس؟ الكل يتحدث عنه، بل هنالك أحزاب دخلت باسم هذا البرنامج لتطبيق هذا البرنامج لإنجاح هذا البرنامج منذ عام 1999. نحن الآن عام 2018، ما تزال هذه الأحزاب تتكلم عن تطبيق برنامج الرئيس. الآن بدأ للشارع الجزائري أنهم مختلفون، ولكنهم متفقون فيما مختلفون هنا الأمر، ربما متفقون هل نذهب شمال أم نذهب يمين، لكن الهدف عندهم هو الرئيس لابد أن يبقى ولابد من تمديد العهدة. ما رأيك فيما سمي نيران صديقة بين عمار غول، عمار بن يونس، أحمد ويحيى، جمال ولد عباس؟ بدوري نحيي الأخ إسماعيل اللي سبقني بالتحية. شكرا، تحية لك يا أستاذ. نعم تفضل أستاذ. أقول على أن يعني هؤلاء الذين يتشدقون الآن ببرنامج الرئيس، هذا كنا نتكلم على مستوى الجامعة الجزائرية، مستوى المدرسة الجامعية الجزائرية، مستوى المستوى السياسي الآن اللي أصبحنا الآن. هؤلاء الساسة، هؤلاء الأحزاب التي تعتبر نفسها أحزاب كبيرة ولها تاريخ سياسي وخبرة سياسية، هم الآن يتراشقون يتنبزون وكأنهم أطفال صغار. هذا البرنامج إذا كان هذا البرنامج، ها هو ثمار البرنامج هذا. إذا كان برنامج رئيس، ها هي الآن الجامعة الجزائرية تتذيل الترتيب، المدرسة الجزائرية تتذيل الترتيب،
كل مؤسساتنا الصحية سميها ما شئت إلا أن تسميها مستشفيات، هؤلاء الهياكل التي يتشدقون بها هذه البنايات راهي هياكل بلا روح، يعني حتى إذا قلنا بأن هناك هياكل فهذه الهياكل ماذا أعطتنا؟ أعطتنا جامعة متأخرة في ذيل الترتيب، أعطتنا مدرسة متأخرة في ذيل الترتيب، ماذا هذا البرنامج؟ يعني محشموش، يعني على 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 يعني أخلاقهم وعلى سنهم وعلى تاريخهم إذا كان لهم تاريخ، ولهم رغم يقولوا كنا مجاهدين وكنا ثوار وكنا عدنا مبادئ وعدنا أخلاق، أين هذه الأخلاق أمام منادات بعهدة خامسة لرجل مريض لا يستطيع أن يقوم بأبسط أبسط أبسط المتطلبات الخاصة؟ يعني كيف هذا؟ يعني أصبحنا أضحوكة في العالم، أضحوكة يعني الآن والله نجلس أمام الأجانب، يعني أصبحنا أضحوكة حقيقة. لا نستطيع أن نذكر انتخابات رئيس الجزائر إلا وترى من يقابلك بالضحك. نعم. حقيقة أصبحنا أضحوكة. فإذا هذا البرنامج، هذا ما أنتج لنا هذا البرنامج. إذا كان هناك برنامج، هؤلاء الأحزاب اليوم التي تتنافس، يعني نقولها بكل صراحة، تتنافس على مصالحها، هي لا ما بها لا حب بوتفليقة ولا حب الجزائر، هي وهذا التنابز وهذا التراشق وهذا السب المتبادل دل حقيقة على هذا المقاصد وهذا النوايا. نعم. التي جاءوا من أجلها، من أجل مصالحهم، من أجل جيوبهم، والجزائر تروح تطيح في بحر وما على بالهمش بها. إذن فمصلحتهم فمصالحهم هي رقم واحد، وما دونها ما همش دايرين اعتبار. بوتفليقة مريض مش مريض، يكلم الشعب ما يكلمش الشعب، هو ما راهم يصحح لهم ربي الوجوه ويقولوا نقدموه العهدة خامسة لا. طيب. لشيء إلا لأنهم ذهب الحياء من وجوههم. طيب عود لك أستاذ محرز، ضيفاي الكريمان متفقان على أنه الرئيس مريض بل عاجز عن أداء مهامه الدستورية. بالنسبة لأحزاب الموالاة تقول لا، لولا الرئيس بوتفليقة لما وصلت الجزائر لهذه الدرجة من الأمن والاستقرار. الحمد لله هم دائما يعطوا أمثلة عن الجيران، يقصدون ليبيا تحديدا، ثم ربما الجار البعيد يقصد اليمن أيضا، يتكلمون عما يجري في سوريا، يقول الحمد لله سبحانه وتعالى أنه ما كمش في حرب والبلاد مستقرة بفضل الرئيس بوتفليقة، وبالتالي عليكم أن تمدوا أيديكم ليده من أجل تمديد العهدات. ماذا يمكن أن نعلق على هذا أستاذ محرز؟ والله من الخطايا الكبيرة التي يتسم بها النظام الأبوي للسيستم الباتريمونياليست هو أن الحاشية لا يمكن أن تعيش خارج سراب الأب الروحي، وهذا ما حصل بالفعل في الجزائر، هو أن رئيس الدولة العزيز بوتفليقة وضع نظام أبوي، والحاشية الآن تتراشق وتتخاصم لأن لا وجود لها خارج هذا النظام. والنظام الأبوي الذي وضع والقائم على نظام الأب أو الرئيس أو الشيخ سي الشيخ كديتيرمين براتيكمون تو، وجود الحاشية يخضع لهذا النظام. وبالتالي نعتقد أن منذ 1999 ربما المعطى الكبرى التي أنتجها النظام الحالي الآن هو سيان برولونجمون دو ميم سيستم ديبي 1962، هو أن وضعت مبدأ أساسي تقوم عليه الحاشية، بمعنى من الذي يثبت الولاء أكثر من الآخر. والحاشية الآن تعمل على إثبات الولاء، التودد من أجل المناصب والمصالح، ابتسام الريع، تجهيش الشعب وتوجيهه من خلال بعض الخطابات الخالية من كل معنى والتي ليس لها وجود فعلي وحقيقي. وحتى الحجج التي يستعملها الآن حاليا أخ عثمان الموالات هي حجج واهية لا منطق لها. لكن بغض النظر عن كل ما قلت، ربما يمكن لنا أيضا تحليل التراشق بين الأحزاب الموالات
من خلال رؤيتين بسيطتين. الرؤية الأولى تتمثل في الرداء التي أصبح يتسم بها الخطاب السياسي، وكما قال المحول مهري لكل لرداءة رجالها، وحاليا عندما نرى السب والشتم والله يحوز في نفسنا إلى المرحلة أو الأقلاص التي وصل الموقع الذي وصل به الخطاب السياسي في الجزائر إلى رداءة لا أستطيع أن أعتبر، لا يمكن لهذه الرداءة أن تتجاوز هذا الحد. الرؤية الثانية وهي رؤية لا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، لأنها رؤية ربما أيضا تمثل أن هذا التراشق هو استعراض العضلات من طرف العصب التي تتشكل بها من السلطة، بمعنى أن كل مناصر لعصبة ما يحاول سب مناصر العصبة الأخرى، لأن الأمر ليس فقط على مستوى الخطاب بل على مستوى الممارسات اليومية لأحزاب الموالاة، لأن أحزاب الموالاة كما قلتها دائما لا تمثل كتلة متناسقة ومتجانسة، بالعكس لهم مصالحهم، لكن مع اقتراب الرئاسيات كل عصبة، ونحن نعرف أن السلطة الجزائرية متكونة من عصب تقريبا 3 عصب رئيسية، وكل عصبة لها مناصرها، وبالتالي ربما هذا التراشق وهذا السب يدخل في صراع العصب الموجودة داخل السلطة. واضح جدا أستاذ محرز، واضح جدا أستاذ محرز، أنا أشكرك جزيلا. شكرا أستاذ محرز بويش الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، ومثال جيد أعطيته لنا عن تلك الفترة التي يحن إليها الكثير من الجزائريين، فترة التسعينات لما كانت هنالك الحريات الأساسية الموجودة منتشرة في بداية التسعينات، وخاصة ذلك أو تلك البرامج التي كانت تستقبل الضيوف ورؤساء الأحزاب، وكانت هنالك أفكار واقتراحات ووجهات نظر حول المجالات السياسية العديدة. الآن أرحب بانضمام الأستاذ منور الجعدي برلماني عن حزب التحرير الوطني. أستاذ منور، أريد أن أسأل عن برنامج الرئيس. هذه الأحزاب أحزاب الموالاة دخلت الانتخابات باسم برنامج الرئيس، والآن هي ما تزال تقول نحن نعمل سويا على إنجاح هذا البرنامج، لكن أين الخلاف بين بعضها البعض؟ لماذا تسرب إلى الإعلام هذا التراشق في التصريحات والاتهامات بين أحزاب الموالاة التي توالي الرئيس وبرنامج الرئيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم وأشكر قناتكم المحترمة على الإضاءة. شكرا لك. قالها الأمين العام تاع الحزب سابقا السي بالخادم عبد العزيز. ايوه ماذا قال؟ كلامه انا قلت لك ماذا قال؟ قال القفله قفله وكل واحد عينه على بعيره. احنا الاحزاب الموالات تفخر بما أنجز في الجزائر منذ 99، منذ مجيء فخامة رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة. أيوة. من المصالحة الوطنية اليوم حتى 2018 الإنجازات كبيرة وضخمة، وكاين معجزات صرف في الجزائر والحمد لله فضل هذا الرئيس، فضل هذا الرجل اللي عنده حنكة سياسية. والموالات اليوم كلهم يحوسوا يجبدوا كما يقولوا الزور لجهتهم، وحنا كجبهة التحرير الوطني احنا والرئيس نتاعنا هو الرئيس تاع الحزب جبهة التحرير الوطني، والاحزاب الموالات هما اللي انتموا للبرنامج في 15 جمهورية، وهذا شرف لينا وشرف للرئيس، وهذا حبهم كلهم للرئيس، وهذا فخر للرئيس ولحزبه حزب التحرير الوطني. وهذه يعني نقول لك باللي حاجه مليحه، منافسه تخدم الجزائر وتخدم الشعب الجزائري. طيب خليك معنا استاذ منور، خليك معنا استاذ محمد عربي، ما رايك؟ يقول هذا مفخره للبلد الرئيس بوتفليقه، ومفخره بانجازاته من 99 لهذه السنه. الجزائر الان راها في مراتب كبيره على المستوى الاقتصاد، المستوى الاجتماعي، مثل ما كان يذكر ما عطاناش ارقام، ولكن تباهى بهذا البرنامج. هي ضربت الجزائر خير من السويد، على حساب ولد، على حساب رئيسه هو، على حساب المتحدث هذا رئيسه يقول بلي انا الجزائر خير من السويد. هي من جهه نعم، بالنسبة للصوص، بالنسبة اللي راهم ينهبوا اليوم في البلاد، بالنسبة اللي راهم
ينهبوا في الأراضي، ينهبوا في الشركات بالدينار الرمزي، ينهبوا يحولوا في الأموال، أولادهم يعيشوا في ألف ليلة وليلة في الخارج. بالنسبة إليهم هذه طبعا مش برك خير من السويد صراحة، يعني خير حتى من الولايات المتحدة يعني اللي ماله. أما بالنسبة للشعب فإن الشعب مسكين يا أخي سي منور جاد، يا سي منور، فإن الشعب راه يعاني وراه يعاني معاناة شديدة. ولست أدري أين تسكن، لكنك بكل تأكيد إذا كنت تسكن في أي مدينة جزائرية فإن الطرقات مهدمة في الغالب، وأن الناس تمضي أحيانا ساعات وهي في الإباراج، وأن الناس لا تجد مستشفيات والمستشفيات لا تليق حتى بالحيوانات يا أخ منور، وأن المدارس والابتدائيات آخر تقرير يقول أن الجزائر هي آخر بلد في 186 بلد اللي حسبوهم يقولوا أن الجزائر هي آخر بلد، يعني الجزائر آخر حتى من اليمن ومن سوريا ومن ليبيا اللي تعيش حروب، والعراق وغزة اللي تعيش حروب. وأن أما إذا كنتم تستمعون إلى الأكاذيب التي ترددونها ثم تكررونها ثم تعيدونها فإنكم ستبقون في هذا العالم حتى تنتفض عليكم الناس، وأخشى أن يوما ما تجدوا أنفسكم وأنكم قد قطعتم أو دحستم أو سحقتم في الساحات العامة. طيب أستاذ منور، أكيد لديك رأي حول ما قاله ضيفي هنا في الاستوديو، مع إضافة ما قاله أحمد ويحيى اللي هو محسوب من موالاة بل من أبرز تيار الموالاة، يقول نعم نقر بأن الرئيس مريض ليس بكامل قواه مثل ما كان في 99، راه متعب جدا صحيا، هذا الذي قاله. تفضل. شكرا شكرا. شوف نبدأ قبيلة، أنت تكلمت وقلت كانت في التسعينات قناة تقدم برامج وكان هناك ديمقراطية ولا غير ذلك، يعني وللعجب ما كانت قناة واحدة، كان الأمر مليح. واليوم كان أكثر من 30 قناة اللي فيها برامج وفيها ديمقراطية وفيها نقاش وفيها معارضة، يعني اليوم ما راناش مليح، هذه واحدة. ثانيا قلت ما كانش أرقام، أنا نعطيك الأرقام يا سيدي ولي ضيف تاعك المحترم، نعطيك أرقام. أنا عقبت 10 سنوات في المجلس الشعبي الوطني. أولا في 2007 كاين الميزانية تاع الدولة ما تجاوش 2000 مليار دينار، في 2018 تجاوزت 8000 مليار دينار. أو ثانيا بما يخص على بالك ما تجمش الدير تنمي اقتصاد بدون المنشآت القائدية. نبدأك بالمياه، في 1999 كان هناك أقل من 26 سد، اليوم رانا أكثر من 86 سد، والطاقة نتاع في 99 كانت ما تتجاوزش 3 ملايير متر مكعب، اليوم الحمد لله وصلنا ل 9 ملايير متر مكعب. في مجال الكهرباء في 99 الجزائر ما كانش تنتج أكثر من 3000 ميجا وات، اليوم الحمد لله الجزائر تنتج أكثر من 16 مليار ميجا وات. بما يخص السكنات، البرنامج فخامة الجمهورية من 99 يومنا هذا كان أكثر من 2.5 ملايين وحدة سكنية. بما يخص السكة الحديدية، في 1999 ما كان يعني القطار والسكة الحديدية ما تتجاوز 2000 كيلومتر. طيب سي منور، يا سي منور، هو تكلمك على الصحة أيضا. نعم نعم، هو قال لك الصحة، أنت لم تجيبه بعد عن الصحة. المستشفيات الآن عناوين الجرائد كل يوم تقرأ أنه حالة المستشفيات تتعفن من يوم إلى آخر مع هذا الإضراب للأطباء. عفوا 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 عفوا، اللي والحمد لله بالحين كانت فخامة الجمهورية والجزائر اليوم راهي مستقرة، رغم واش راه صاري، واش كان صاري في تونس، واش كان صاري في ليبيا، واش صار في الساحل، وهذه وعلاه بالحين كنت فخامة الجمهورية اللي على ما يهضروش على المرتبة نتاع الجيش الوطني الشعبي اللي كان في رتبة أكثر من 70 على الدوليين، واليوم الحمد لله رانا في المرتبة 23. هذه ما يتكلموهاش، هذه وما يتكلموش. اليوم اللي البارحة اللي كان قبل 99 ما كانش 5 ملايين طفل، اليوم راهي أكثر من 11 مليون طفل يقراوا في الآخر. يعني الحمد لله هذه الإنجازات نتاع الرئيس هذا، ما يشوفوا غير الحاجة يعني هذه الشعب الجزائري يفتخر بها، والحمد لله الجزائر اليوم طيب. مستقرة، راه اقتصاد، والحمد لله اليوم كما كنا كان اسمح لي برك هذا دقيقة،
فخر الجمهوريه عنده حنكه وعنده دا كل التجارب اللي كانت تفشل فيها الجزائر منذ الستينات الحمد لله خذها اليوم المديو. على ما يهضروش باللي الجزائر الدوله ما بين الدول الوحيده في العالم اللي ما عندهاش مديونيه خارجيه، على ما يتكلموش طيب. على الجزائر اليوم اللي راهي مستقره، انا نقول لك ما حتى فرنسا ما هيش امنه كيما الجزائر. استاذ منور خليك معنا، استاذ منور استمعنا لرايك، استمعنا لرايك وانت باقي معنا في الحوار، معليش استسمحك استاذ اسماعيل ساعود لك بعد لحظه، تفضل استاذ محمد. قال لك فرنسا ماهيش مامنه كما الجزائر، يعني تفقد عقلك وانت تسمع في هذا الحديث. عندما تتحدث رد عليك بسرعه، يعني عندما تتحدث عن 30 قناه، اتحداك ان قناه واحده تستطيع فيها انت او امثالك او غيرك او المعارضين او المقاومين او ان يشاركوا في برنامج مباشر، ما كانش، كلها مسجلة وكلها تمر عن طريق الدي ار اس، والبرنامج اللي ما يعجبهمش يلغوه والصحفي اللي ما يعجبهمش يقطعوه وهكذا، وأنت تعرف ذلك. الأمر الثاني، عندما تتحدث عن المياه وعن الكهرباء، هل تعرف أن الجزائر كانت أفضل بكثير من كوريا الجنوبية، وأن كوريا الجنوبية اليوم شركة واحدة هي شركة سامسونج تساوي دخل الجزائر لمدة خمس سنوات الانكم الدخل نتاع سامسونج العام اللي فات كان 171 مليار دولار، بينما دخل الجزائر اللي رئيسك اللي تسميه عنده الحنكه لما جاء في 99 وكانت الكارثه كوارث كان 92%، الجزائر تبيع بترول 92%، اليوم الجزائر تبيع ما بين 98 و 99% من البترول. اي ان كوريا الجنوبيه بشركه واحده شركه سامسونج تساوي دخل الجزائر خمس سنوات، وكوريا الشمالية التي ليس لها ذلك فإنها لديها سلاح نووي ولديها اليوم تستطيع أن رئيسها يخضع رئيس الولايات المتحدة ويجتمع معه، بينما رئيسك لا يأتوه إلا يبعث له بسطاء هكذا باش يتصور معهم ويجيب الأخضر الإبراهيمي باش يتصور معه يقول لنا مازال راه حي. والمياه والكهرباء والجزائر قارة يا إخوان، لو كان عندكم عقول الجزائر كان المفروض اليوم راهي تقود العالم من بين 10 دول ل 15 دولة اللي تكون في 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 القيادة. تركيا قبل 10 سنين لما جاء أردوغان 13 سنة جاء بعد بوتفليقة كانت في رقم 80 اقتصاد، اليوم راهي رقم 16. الجزائر راهي خارج الحسابات، وإذا تحسب لنا الماء والكهرباء فإنها بدراهم البترول، ولا تحسب لنا الجيش فإنه بسلاح البترول وليس بشيء آخر، واسأل المتقاعدين والمتعاقدين والمشطوبين مما يعانونه اليوم داخل من الجيش. طيب انتقل لنا دكتور اسماعيل. دكتور اسماعيل خلف الله، علمت منك انك عدت حديثا فقط من الجزائر، فهل وجدت هذه الانجازات اللي كان يتحدث عليها الاستاذ منور جعدي هو برلماني عن جبهه التحرير الوطني في عديد المجالات تكلم عنها، وكذلك وصف الرئيس بوتفليقه بالرئيس المحنك والداهي يوما لذلك انه سياسي ناجح وبرنامجه ناجح، ما رايك دكتور اسماعيل؟ نا عندما نتكلم عن واقع مر، يعني هذا هؤلاء شهداء شهود الزور، هؤلاء الذين الآن يعني ما زال يعني صحاح المرض بالوجه، أين هي المستشفيات؟ نتكلم على الصحة، أنا نتكلم على الصحة، ما هي المستشفيات؟ ما هي وضعية المستشفيات؟ ما هي هذه الصحة؟ التغطية الصحية اللي راح يقول خير من فرنسا؟ هي إحنا الجزائريين اللي عندك اللي راه محرقة هنا في فرنسا ويعانيوا من الأمراض وراح يغطيتهم التغطية الصحية الفرنسية؟ استحوا على الأقل ما تقارنش الجزائر بدول أوروبية، ما تقارنش الجزائر بفرنسا، استحوا، راكم تقارنوا فيها بدول بينها وبينها سنوات ضوئية، كيف هذا؟ يعني احنا الآن أبنائنا ويعني شعبنا يعاني من الأمراض، هانا اليوم نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا الناس تلمد هذا عنده عملية تتطلب كذا ولازم له يروح يديرها في الخارج، هذا لازم له كذا ولازم له عملية في الخارج، وين راهي التغطية الصحية؟ علاه الناس تلمد في الدراهم للناس هذو اللي يروحوا لتركيا واللي يروحوا لفرنسا واللي يروحوا لتونس واللي يروح يعني تونس اللي تعتبر ولايه من ولايات الجزائر، نروحوا ندوا عندها ونصرفوا الدوفيز ونروحوا نحطوا دراهمنا في المصحات. ماذا عن الامن دكتور اسماعيل؟ ماذا عن الامن دكتور اسماعيل؟ ماذا عن الامن والاستقرار؟ قال لك انه الجزائر امنه مستقره خلافا للدول اللي عندها قلاقل.
يعني حقيقة أنهم يعني هؤلاء دائما يرسمون لنا الجزائر، يعني تحبوا هذا الوضع ولا تشوفوا سوريا وتشوفوا العراق وتشوفوا ليبيا، وكأنه إحنا خلاص يعني ما عدناش الحق الشعب الجزائري هذا يعيش في رفاهية ويعيش فيه صح. يعني يتكلم يطالب بحقوقه، هذو الأطباء راه الإضراب تاعهم إلى يوم الناس، هذا الطلبة الخريجين راهم مضربين، هذه الجامعات اللي راها مضربة، هذا الناس اللي راها تطالب بحقوقها ومن بعد تخرجوا. أنتم يا سياسيين يا المستفيدين من هذا الوضع، يا أنتم المستفيدين من هذا الوضع، الآن تخرجوا وتقولوا أن الجزائر تعيش أمن. طيب أي أمن هذا؟ الأمن هو أمن غذائي، نعم. الأمن هو أمن صحي، الأمن هو أمن تربوي، هذا المدارس تاعنا يكونوا في المراتب الأولى، هذه الجامعات تكون في المراتب الأولى، هذا المصحات تاعنا والمستشفيات تاعنا تكون في المراتب الأولى، هذا هو الأمن الحقيقي. مش معناتها لازم تعيش الخراب اللي عايشته سوريا ولا 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 راك أمن، راك أمن لأنه الصواريخ ما تهبطش عليك، هذا هو الأمن. طيب أنا أعود لك أستاذ منور، أعود لك أستاذ منور، الحديث كل الحديث عن الأمن الغذائي، قال لك أين الأمن الغذائي؟ أنتم تعتقدوا الاستقرار فقط وأنه ما فيش حرب، صحيح ما فيش حرب، ولكن ماذا عن الاستقرار الاقتصادي؟ ماذا عن الاستقرار الغذائي؟ ماذا عن الاستقرار الأمني مع كثرة الجرائم وغيره؟ تفضل. يا أخي قبل ما نجاوبك على السؤال، احنا واحد المثال يقول لك اللي خانوا سعدوا يقول السحربية، اللي خفق وفشل في الحياة تاعو المهنية يلوم روحه على الدولة ولا على النظام. يعني يا أخي كاش واحد يجهل باللي اليوم الجزائر ماهيش مستقرة، كاش واحد يجهل باللي وراه يتكلم على تونس الجزائريين، يا هل ترى الدولة اللي تكون عندها شعب نتاعها فقير ينجم يروح يدير سياحة في تونس في دولة مجاورة بأكثر من 2 ملايين سائح؟ يا هل ترى الشعب اللي يكون فقير روح للجامعات، روح للثانويات، روح للمتوسطات، روح للمدارس الابتدائية، لا لقيت واحد ولا الطفل ولا طفلة طالب أو طالبة ماش لابسة مليح ولا مراش ولا الآخر. يعني من العجب الإنسان يعني يشوف، يعني هذه المصيبة نتاع بعض الناس سمحهم الله، كما هذا ضيوفك الكرام اللي حوسوا يدرقوا الشمس بالغربال. لا لا لا، لازم تحترم الضيوف، هم احترموا رايك، احترموا رايك، وجهه نظرك انت لازم تحترم رايهم، ما لازمش توصفهم بوصف لايلي رجاء. يعني وللاسف يعني انا نقول لك باللي هل واحد يجهل باللي الجزائر خطوات عملاقه في المجال الاقتصادي ولا في المجال الزراعي؟ وين هذا الخطوه تبع وين يا اخي؟ انت الناس تطبع في الدراهم تقول لي طاخوت. انا نعطيك مثال بسيط يا أخي، كلهم يتكلم مثلا عن المتيجة. يعني المتيجة في الستينات وفي السبعينات كانت أراضي صخبة خصبة، ويقولوا بلي اليوم من 99 لهنا المتيجة ولات كاع بيطون، ولكن نروحوا للإنتاج الفلاحي من 99 لهنا الضعاف أكثر من 5 خطرات. اليوم الإنتاج الفلاحي يتجاوز 60 مليار دولار، ولكن القمح نستورده. يا منور يا منور، خليك عاقل يا منور. شوف اسمح لي، في كل فصل من جونفي حتى لديسمبر تلقى كل الفواكه وتلقى كل الخضر في القطر الجزائري. هذا يعني والحمد لله، يعني وللعجب، يعني في المجال الصناعي، وقلت قبيله ما تنجمش تبني اقتصاد قوي بدون استقرار وبدون منشآت قاعدية. والحمد لله ما فعل في 5 رئيس جمهورية منذ 99، جاب الأمن المدني وجاب المصالحة الوطنية وضمن الاستقرار، ثم بدأ بالمنشآت القاعدية. اليوم الحمد لله الجزائر بدأت في الصناعة وبدأت تصدر، وبربي إن شاء الله السنوات القادمة تشوف الاقتصاد الجزائري القفزة النوعية الذي تأخذ إن شاء الله في المجال الفلاحي، في المجال السياحي، وفي المجال الصناعي. بارك الله فيك سي منور، يعطيك الصحة. منور جعدي البرلماني لحزب التحرير الوطني، شكرا جزيلا لك. أعود لك سيد محمد عربي، دائما الحديث أنه الجزائر قطعت أشواط وخطوات كبيرة، أنتم فقط تريدون السوداوية، كل شيء أسود. قبل ما نروح للمحور لحظات، كان عندي الوالد لما كان يسمع، كنا صغار شوية، لما كان يسمع الأخبار تاع 8
وكانت مليئه بالاكاذيب. معنا الثمانينات السبعينات الثمانينات بعيده على الوضع الراهن. كان ينوض للتلفزيون ويبدا يرمي عليه حاجات واحيانا يبزق عليه. الناس لما يسمعوا هذا الخطاب، انا متاكد باللي كاين الناس راهم ممكن يوصل لهم الكال يجي جلطه دماغيه. يقول لك الاقتصاد الجزائري، الجزائر فيها اقتصاد، احنا رانا نستوردوا الخضروات، جزء من الخضروات نستوردوه، القمح نستوردوه تقريبا كله، الحليب تقريبا نستوردوه تقريبا كله، المواد اساسيه غذائيه طبيه 98% من الى 99% من الصادرات من البترول والغاز، والباقي كله مستورد. راه يقول لك المتيجه ورانا عندنا 60 مليار دولار. 60 مليار من راه يتكلم هذا؟ الا كان ولد عباس كان يتكلم على السويد، هذا راه يقول لنا بلي الجزائر راه خير من سويسرا. يعني هل هناك عاقل يستطيع ان يستمع لمثل هؤلاء؟ وهؤلاء عندما يكون خطابهم مثل هذا، تعرف ماذا يعملون؟ هم فقط ببساطة يخلقوا حالة من الغضب اللي يزيد تكبر عند الناس، لأنهم ليس فقط دمروا البلاد وإنما ينكرون أنها مدمرة ويقولون أننا في أفضل الأحوال. طيب دكتور إسماعيل، نمضي إلى محور آخر لا يقل أهمية عن قضايا الأسبوع، رسالة الشهداء مع مناسبة 8 ماي 1945. 45,000 من الشهداء الجزائريين في سطيف وخراطة وقالمة، ولكن مع ذلك هذا اليوم لا يعترف به في الجزائر أنه يوم وطني مثل اليوم الأمازيغي وأيام أخرى، وهناك حديث عن عدم الاعتراف بهؤلاء أنهم شهداء فعلا مثل شهداء نوفمبر. بكل صراحة كثير من الناس حيرانين، خلينا نتكلموا بلسان الدارج، حول هذا الموقف، موقف السلطات من حوادث 8 ماي 45. أولا في البداية أنا أترحم على أرواح شهداء 8 ماي 45، يعني لفاقد 45,000 شهيد، يعني حتى نكونوا صرحاء ونكونوا واقعيين، أن 45,000 هذه اللي حصوها، ولكن ما لم يحصى فهو عدد أكبر من هذا. يعني نقول ونضيف هذه نقطة سوداء في تاريخ الجزائر، ونقطة سوداء في برنامج الرئيس اللي راح يتكلم عليه هذا من 99، وكأن الجزائر خلقت في 99. خلاص الجزائر ما كانش، بدات صفر من 99 وجات طالع. اذا ها هي النقطه السوداء باقيه في عمر تاريخ الجزائر، في عمر تاريخ الجزائر اللي من المفروض اننا نتباهى به امام الدول وامام الامم. ها هي الذكرى 73 لهذا الحادثه، الحوادث 8 ماي 45 الان شهداءها غير ما غير محسوبين على انهم شهداء، غير معترف بهم انهم شهداء. هذا وش نستنتج من هذا؟ نستنتج ان مؤرخينا او سلطاتنا الجزائريه المتعاقبه، الحكومات المتعاقبه، ما نلوحوش اللوم على هذه الحكومات الحاليه، ولكن ما سبقها من حكومات لم تفصل في هذا الملف الاساسي. واقول انا واتحمل مسؤوليه ما اقول على ان اللجنه اللي شكلها دوغول ذلك الوقت، اللي هي اللجنه اللي دارت تحقيق في هذه الحوادث، واش قالوا؟ خرجوا بنتيجه، قال لك باللي هؤلاء الناس خرجوا من اجل الفقر ومن اجل الجوع. اذا فاللجان اللي شكلت لنا في جزائر الاستقلال راهم ماشيين بهذه الصوره، على اساس ان هؤلاء ما خرجوا للمطالبه بالاستقلال، ما خرجوا لمطالبه فرنسا ب يعني بتنفيذ وعودها اللي اعطت هذه الجزائر، اعطت خيره شبابها في 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 حروب الحروب تاع 45 ضد النازيه، والان وبعد ذلك قوبلوا بتلك الجرائم ضد الانسانيه والاباده الجماعيه اللي شفناها واللي مازلنا نشوفوها الان. وللأسف هؤلاء الذين سقطوا ضحايا لم يتم الاعتراف بهم على أنهم شهداء. طيب، مثلهم مثل شهداء ثورة 54. أستاذ محمد العربي، كثيرون يتهمون السلطات أنها تحتفل بهذه المناسبات التاريخية الوطنية احتفال رمزي لا أكثر ولا أقل، ولكن ذلك الاهتمام الفعل بتفعيل رسالة الشهداء غايب. نصب تذكارية، حفلات، تقديم بعض الجوائز وتذكارات هكذا تقريب سياحية، ولكن رسالة الشهداء، الجزائر تعيش في كرامة حرة أبية مستقرة، هذا غايب اليوم. هما أنت الجماعة اللي رايح حاكمة اليوم جزء منهم أساسي، يعني خاصة امتدام 92 هذو كانوا يقاتلوا مع فرنسا،
انت واحد مثل نزار ولا واحد محمد العماري ولا محمد تواتي واللي رباوهم واللي جابوهم واللي في الاداره وفي هذو كانوا قاتلوا مع فرنسا كانوا بور لالجيري فرونسيز ولا حتى لالجيري دي فرونسي مش برك لالجيري فرونسيز هذو كانوا من اجل ان الجزائر تبقى هكذاك ولذلك هما هذه قضيه الثوره وقضيه المجاهدين هذا بالنسبه لهم مزعج مزعج جدا وبالمناسبة مش فقط ما يعترفون ما يعترفوش بشهداء 45 ما يعترفوش بكل الشهداء اللي قبل 54 كل المقاومات وهي بمئات الآلاف يعني أنت عندك اليوم آلاف الجزائريين عشرات الآلاف اللي هم من أصول جزائرية في كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة لا يعترفون بهم ولا يسمعون بهم مع أن أبائهم رحلوا كما تعرف بعد انتفاضات 70-71 إلى آخره والجزائريين اللي مثلا راحوا لسوريا مثلا بعد مع الأمير عبد القادر مثلا وأماكن أخرى واللي راحوا لتونس واللي راحوا المغرب الآن حتى كان بعض قبل أيام واحد يكلمني يعني اللي راحوا للعراق ولا يعترفون بأسرهم وعائلاتهم لا يعترفون بهم أصلا كجزائريين بينما في الحقيقة اللي كانوا مع الجزائر الفرنسيز وكانوا مع الجزائر الفرنسية مسكوا البلاد مسكوا السلطة وحتى البعض اللي ما كانش مباشرة فهو فكريا واحد مثل بوتفليقة هذا يعبد فرنسا هذا يرى فرنسا هي بداية الكون ونهايته بداية الحضارة ونهايتها وبالتالي كل ما تراه من تهريج ومن أحيانا من موسيقى فاضحة وفاضعة وبائسة هي الضرب للرسالة الحقيقية وأهم رسالة عند الشهداء وعند أن كانت الجزائر باش تكون دولة قوية وتكون دولة اجتماعية ديمقراطية في إطار مبادئ الإسلامية كل هذه أين هي الآن؟ احنا رانا مع الرئيس المحنط اللي يسميه الرئيس المحنك بارك الله فيك نختم مشاهدينا بمحور الحريات الأساسية وقد تم الاحتفاء بحرية التعبير اليوم العالمي بحرية التعبير في الجزائر وغير الجزائر ولكن بعد هذا الاحتفاء حدث ما لم يقع في الحسبان بل هو استمرار لهذا المسلسل هكذا يصفه كثير من الناشطين الحقوقيين والاعتداء على الناشطين الحقوقيين التضييق على الحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير للتعليق على هذا المحور معنا الأستاذة وسيلة بن لطرش الطبيبة والمكلفة بالإعلام في تنسيقية العائلات المختطفين معنا أستاذة وسيلة أولاً التنسيقية احتفت بهذا اليوم اليوم العالمي لحرية التعبير الصحافة وما إلى ذلك ونظمت ندوة ضعينا في إطار أولا هذه الندوة ما الذي جرى فيها شكرا أستاذ سابق تحية لك ولضيوفك الكرام وبشكل أخص للسي العربي زيدوت فعلا دأبت التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين على القيام بالعديد النشاطات وهذه المرة اختارت أن تقوم بندوة بدل وقفة لأن الشارع الحمد لله أصبح مشغول بتنظيمات أخرى إذن الندوة كانت تحت شعار حرية التعبير حق يؤخذ ولا يعطى كان عبارة عن ندوة تدخل فيها متدخلين يعني على قدر مهم من حيث الطرح وشهادة للصحفي حسن بوراس كصحفي تعرض إلى التضييق ثم مداخلات لأساتذة جامعيين على غرار الأستاذ زينب عزوز المحامي السي بادي الأستاذ فضيل بومالا وكلها تمحورت حول أهمية أن يكون للشارع حق في التعبير أن تكون الصحافة مستقلة وأن تكون على قدر من المهنية والأخلاقية الهدف من الندوة إذن كان أيضا بمناسبة وجود مختطفين قسريا في صفوف عائلات المختطفين للأسف الإعلام بشكل عام يغطي حالات الاغتيال الذي تعرض له الصحفيون حتى وإن كنا إلى اليوم لا نعلم المتسبب الحقيقي في تلك الاغتيالات إلا أنه دائما ينكر وجود صحافة مختطفة والصحفيين مختطفين هذا هو الذي كان الهدف من ندوتنا هو تذكير أن الإعلام أن حرية الصحافة هي أحد الأركان الأساسية لأي دولة تدعي أنها ديمقراطية أو أنها حرة طيب نأتي الآن إلى الجزء الثاني من السؤال خاص بالانتهاكات كثيرون سجلوا هذه الانتهاكات وقالوا أن انتهاكات جسيمة خطيرة طالت كثير من الحقوقيين والناشطين وذكروا أسماء ولكن آخرهم علي يحيى عبد النور المناضل المعروف الوزير السابق الناشط الحقوقي منع من شراء بيته وفيها حملة من قبل السلطات لإخراجه من بيته ليسكن فيه من عام 1962 قيل الكثير حول هذا الأمر ولكن البعض قالوا لا هذا ليس جديدا بل هذا التضييق ليس وليد اليوم بل منذ سنوات وسنوات ومثل ما يقال أكلنا يوم أكل الثور الأبيض التنسيقية واحدة من الضحايا هذا التضييق الأمني تسليط القوى العمومية القضاء وما إلى ذلك دعينا في هذا الإطار
التضييق على الحريات الأساسية، على حرية التعبير، عن النشاطات السلمية، رغم أن الدستور نص على هذا التظاهر السلمي؟ الأمر غير مفاجئ بكل صراحة. يعني المنظومة التي توقف مسارا انتخابيا وتعتقل المنتخبين اختارهم الشعب، ثم بعد ذلك تختار أسلوب أمني كلي، لا يمكن إلا أن تقوم بهكذا أفعال. ما تقول، لسنا هنا لنعلق على هذه الأفعال لأن هذه هي سياستها وهذا وأسلوبها، لكن المهم هو أن نتكاثف وأن نتضامن وأن نتحد كلما حدث انتهاك. لسنوات عديدة كانت ضحايا المختطفين، عائلات ضحايا المختطفين قصرا تحتل الساحات لوحدها، تطالب بحق وجودها لوحدها لسنوات إلى غاية اليوم. يعني بعد 20 سنة لازلنا نناضل، ونعتقد أن المسار مازال طويل ما دمنا في ظل نفس المنظومة، المسار لازال طويل، لكن نسعد أن وعيا قد اعترى الشارع، أصبح الناس يدركون أهمية المطالبة وأهمية التضامن. اليوم نحن مطالبون أكثر للالتفاف حول بعضنا كضحايا في حال حدوث أي انتهاك. اليوم الأستاذ علي يحيى عبد النور فعلا هو ضحية، وقد عبرت التنسيقية من خلال بيان عن تضامنها الكامل معه، خاصة أنه كان أحد أهم المحامين الذين أخذوا على عاتقهم قضيتنا، وربما غيره كثيرون أيضا تعرضوا للتضييق بسبب هذه القضية، قضية الاختطاف القسري. نحن ندعمه ونطالب بدعمه من خلال كل الحملات التي تقام حاليا، كالعرائض عريضة، ربما عريضة مهمة جدا الآن يتم تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ووقعت فيها العديد من أعضائنا في التنسيقية الوطنية لعائلة المختطفين. هذا الأسلوب الذي تنتهجه السلطة أعتقد أنه بدأ يفقد مفعوله، لأنه لم يعد يستجاب له. في السابق يعني قبل سنوات لا يمكن لأحد أن يتحدث عن وقفة، اليوم الجميع يقف، البطالون، المواطنون المقصورين من سكناتهم، الأطباء، الطلبة، التلاميذ حتى. يعني أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الوعي، ربما يجب أن نلتف حولها، ربما يجب أن نخطط لها، أن ندعمها، أن نحيطها، للانتقال إلى مرحلة أهم من المطالبة، ولكن مرحلة نسعى من خلالها إلى تغيير. واضح جدا أستاذة وسيلة، شكرا جزيلا لك أستاذة وسيلة بلطرش المكلفة بالإعلام في تنسيقية عائلات المختطفين. أعود لك دكتور إسماعيل، القائمة صارت طويلة جدا، أسماء عديدة، علي يحيى عبد النور هو آخر واحد، شيخ علي بالحاج، عبد الله بن نعوم الآن في السجن، التضييق على المحامي أحمين، ما جرى لرشيد نكاز، ومواقع التواصل الاجتماعي حافلة بهذه الفيديوهات، كأن رانا قاعدين نشوف في أفلام في هوليوود، لكن هذا كله يجري أمام النخبة، أمام الأحزاب، أمام المجتمع المدني. لماذا في رأيك هذا الصمت المطبق تجاه ما يجري؟ أولا يعني نتأسف كل الأسف على أن يعني دستور، من المفروض دستور 2016 جاء ليحمي وليحفظ هذه الحقوق وهذه حرية الرأي، يعني حتى على الأقل يضمن حرية الرأي، ولكن الآن نلاحظ أن هذا الرأي وهذه الحرية يتم قمعها عن طريق التضييق. هذا التضييق واضح من خلال، إذا لاحظنا أن هذا العميد المدافعين عن حقوق الإنسان، هذا العميد، هذا المجاهد، هذا الذي أفنى شبابه في خدمة الجزائر، في خدمة الثورة، في خدمة يعني حقوق الإنسان، عمره 98 سنة، يهان بهذه الدرجة ويتمرمد، خلينا نكلمها بالدارجة، يعني يتمرمد تمرميدة هذه لهذا الأسف، بالأسف الشديد. ماذا نقول يعني على الأقل يستحو لسنه، لأن هذا الرجل بلغ من العمر هذا 98 سنة يرمى به ويحاول أن يرمى به في الشارع عن طريق التضييق على أنه لا يستطيع أن يتملك هذه الشقة التي كان سكنها منذ الاستقلال، يعني أكثر من 50 سنة وهو ساكن هذه الشقة، وللإشارة على أن كل من يعني جيرانه وكل من كان في نفس القضية مثله، يعني نفس القضية، تم تسوية وضعياتهم، إلا هذه الحالة لا لشيء، إلا لأن هذا الرجل
كان مدافعا عن الرأي، مدافعا عن حقوق الإنسان مهما كان لون هذا أو تيار هذا الإنسان. لاحظناه عندما كان يدافع على قادة الجبهة الإسلامية، لاحظناه عندما كان يدافع عن البطالين، عن هؤلاء المفقودين، عن كل هذه الشرائح، والآن يكرم في آخر حياته أنه يهان بهذه الدرجة، وتصبح الجرائد يعني اسمه مالئ الجرائد هذه على أساس هذه الشقة. عيب عيب. شكرا شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل. شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل. سمحني فقط لضيق الوقت، دكتور إسماعيل خلف الله المحامي والخبير في القانون الدولي، ماذا حدث أستاذ محمد العربي حتى يجازى الأستاذ محمد أستاذ علي يحيى عبد النور بهذا الإشراف؟ قبل أن أجيبك أود التحية للأخت وسيلة ومن خلالها لكل أسر، خاصة الأباء وأمهات المخطوفين اللي حقيقة يخوضون معركة شرف، معركة الحقيقة منذ أكثر من 20 سنة، ولم يتوقفوا رغم القهر، رغم القمع، رغم التضييق، رغم محاولات الترغيب الترهيب كل شيء. فثباتهم حقيقة سيكتبه التاريخ بأحرف من نور، أنهم ثبتوا في وقت تهاوى الكثيرين، يعني خاصة ما يسمى بالأحزاب هذو تاع الريع اللي قاعدين يأكلوا مع الذيب، يأكلوا مع الراعي، ولا يبكوا مع الراعي ويأكلوا مع الذيب. يعني علي حب النور لماذا ينتقمون منه؟ يعني لماذا ينتقمون منه؟ ينتقمون منه لأنه أول شيء قبل كل شيء مجاهد حقيقي، بعد ذلك لأنه في 66 لما كان وزير استقال، هذا مسؤول من القلائل جدا جدا من المسؤولين الجزائريين اللي استقالوا من مناصبهم. استقال في 66، شاف باللي البلاد راهي تمضي إلى اتجاه خاطئ، خاصة مع فكرة فيما بعد كانت على أساس أن فكرة الثورة الزراعية والأخطاء كلها اللي انهارت فيها البلاد. ثم خاض معركة الحقوق والمطالبة حقوق الحرية، حقوق الحريات في بداية الثمانينات، وسجنوه في الثمانينات ودخل السجن لأنه أسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وطبعا كانت رابطة ممنوعة وأعضاءها سجنوا وإلى آخره. وطبعا بالمناسبة في تلك الفترة التقى بيعلي بالحاج اللي كان هو أيضا مسجون، والتقى بإسلاميين، والتقى بأمازيغيين، والتقى وكان ثم يعني عنده رصيد نضالي. نعم، والأهم والأخطر في بداية لما بدأت الحرب القادرة في 92 لم يسكت، كان من القلة القليلة جدا من المحامين بما فيهم الأخ طاهري، الأخ مسلي وآخرين اللي استمروا، كانوا قلة، كان هو من بينهم وهو عميد الحقوقيين حقيقة، لذلك ينتقمون في هذه السن المتقدم، في السن المتقدمة في التسعينات، في حين أن الكثيرين آثروا السلامة أو غادروا أو ظل هو يواجه هذه العصابة. وحتى العام الماضي كاتب رسالة موقعها مع الجنرال بن يلس ومع طالب الإبراهيمي باش يقولوا بأنكم الحديث عن عهدة خامسة راهي فضيحة، نحن ضد الاستمرارية وضد هذا ضد الجزائر كله، ضد الجزائر. فهم ينتقمون منه، وينتقمون منه بعد مبلغ 98 سنة، يعني حوالي قرن من الزمن إنسان كما لم يعد يرى جيدا، لم يعد يمشي على رجليه، لم يعد فيجيون، يعني قمة النذالة، قمة الحقارة، قمة القذارة أن يصل هذه العصابة تصلها في التعامل مع هذا الرجل ومع أمثاله. طيب سيد محمد العربي، نختم بهذا السؤال، هل هي رسالة لغيره ليس فقط له؟ لأن القائمة طويلة، عندك رشيد نكاز، عندك الشيخ علي بالحاج، عندك عبد الله بن نعوم، عندك المحامي أحمين، عندك دبوز وغيرهم ناشطين حقوقيين، نقابيين، نقابات مختلفة، هذو كلهم طالما هم ضد برنامج الرئيس، ضد نظام الموالاة، معنى هذا أنه القضاء سيسلط عليهم، القوى العمومية ستسلط عليهم، هذا ما يقوله كثير من خبراء في السياسة الجزائرية. أنت ذكرت هذه الأسماء، هذا ربما المعروفين، لكن لما من لا نعرفه ومن لا يسمع به الناس كثيرين أكثر بكثير، هم يريدون تخويف المجتمع، يريدون ترهيب المجتمع، لكنهم لا يتعلمون من الدروس. يعني هل هذه العصابة اللي تحكم اليوم الجزائر، بالمناسبة هذه فقط ملاحظة بين قوسين للأخ رشيد نجاز، أخ رشيد نجاز مع احترامنا لنضاله لكنه يفرق ما بين جناح وجناح ويعتبر هذا أفضل وهذا، رهم كلهم يا أخ رشيد كلهم لصوص، وعندما تختار ما بين اللصوص فإنك تأخذ لص، حتى لا أقول كلمة أخرى. هذا اللصوص، هذا القتلة،
هل يعتقدون أنفسهم أنهم أقوى وأقدر من فرنسا الإمبراطورية وما كانت تمثله في القرن التاسع عشر في القرن العشرين؟ ومع ذلك في يوم ما، في لحظة ما، في عملية ما، طردها الشعب الجزائري وأسقطها الشعب الجزائري وأخرجها الشعب الجزائري، وهي التي كانت تقول أن فرنسا من دانكيرك إلى تمن راست، وهي التي كانت تعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، سقطت. فكيف لهؤلاء العبثيين الرديئين الذين لا يحسنون حتى جملة بأي لغة، كيف لهم أن يواجهوا يوما ما بإذن الله سيسقطون؟ محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لضيفنا الكريم عبر خدمة سكايب، الدكتور اسماعيل خلف الله، الناشط الحقوقي والمحامي والخبير في القانون الدولي. دوما أنسى الأستاذ محرز، الأستاذ محرز اللي هو الأستاذ جامعي وناشط حقوقي، أستاذ محرز بويش، وكذلك منور جعدي البرلماني عن حزب التحرير الوطني. دوما أنسى الأستاذ وسيلة بلطرش المكلفة بالإعلام وفي تنسيقية عائلات المختطفين. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.